الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. أرقام التواصل راح تكون متواجدة معكم يا أخوي الكرام على الشاشة، ونسعد بمداخلاتكم. حلقة اليوم حقيقة يحتاجها كل إنسان مسلم يعيش في هذه الحياة، كل إنسان يحتاج أن يستفيد من هذه الحلقة. أفيد نفسي أولا ثم أفيد إخواني المستمعين والمشاهدين. يا إخوة، الله عز وجل فطر هذه البشرية على الخطأ والعيب. من منا يعني له الحسنى فقط؟ من منا لم يسيء قط؟ كلنا أصحاب ذنوب، وكلنا أصحاب سيئات، وكلنا أصحاب هفوات وزلات، وكلنا نرجو رحمة الله عز وجل، وكلنا يوم إيماننا يضعف ويوم يزيد ويوم يعتلي ويوم ينقص. وهذه عقيدة المسلم، أن الإيمان يزيد وينقص. لكن مغريات الحياة وشبهاتها وشهواتها أحيانا تجرفنا تماما إلى الهاوية. يمر الوقت، تمر السنين ويمضي العمر، وإحنا مش حاسين بأنفسنا أبدا، وإلا إحنا قد ملأنا هذا القلب سوادا وظلمة بسبب الذنوب والسيئات التي اعترت حياتنا. في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. إذا ما بتسووا شيء خطأ وبتذنبوا وبتقعوا بالآثام، لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن يا إخوة، لا مفر من الذنب، لا مفر من الخطأ. كلنا أصحاب ذنوب وسيئات، وأنا أولكم، أسأل الله أن يعفو عني وعنكم جميعا. لكن متى يعاب الإنسان؟ يعاب الإنسان يا إخوة يا كرام إذا كان يستمر بهذه الآفات وهذه السيئات والذنوب المهلكة التي تقود بالإنسان إلى المزالق الخطيرة التي يصعب عليه بعد ذلك أن يخرج منها وهو مطمئن سالم. العاقل فينا يا إخوة الذي يتعثر خطوة ويقف أخرى. لكن أنا طول حياتي أمشي وأنا أتعثر 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 أتعثر، أصبح خلفي كوم كبير من الحجارة يصعب علي أني أتسلقها حتى أعود من جديد وأواصل طريقي وأنا مطمئن بسلام وأمان. احذر أن تستمر بطريق الخطأ يوم ورا يوم، أسبوع، سنة، سنتين، عمر. لأن القلب يا إخوة الكرام يضعف، والقلب يسود، وإذا سود القلب تحقق وأصبح ما يسمى بالران، بل ران على قلوبهم، ران حاجز يا إخوة يمنع كلمة الحق للوصول للقلب. تأتي أنت تنصح، توجه، ترشد، ما في فايدة، ما يستجيب. ليش؟ القلب أسود بسبب إيش يا إخوة؟ بسبب الذنوب والسيئات اللي يقترفها الإنسان. لكن هذا الدين العظيم يا إخوة أرشدنا كيف إحنا نتعامل مع بعضنا إذا إحنا أذنبنا، إذا إحنا وقعنا بالخطأ، إذا إحنا وقعنا بالسيئات، شو نسوي؟ أنا معي صاحبي، معي زميلي، معي أخوي، أمي، أبوي، زوجتي، ابني، بنتي، جاري، مسؤولي، أيا كان أذنبوا وقعوا بالخطأ، كيف أتعامل معهم؟ نقنطهم من رحمة الله؟ نقول إن أنتوا خلاص انتهى أمركم؟ ترى إنسانة، امرأة متبرجة من رأسها إلى من ساسها إلى رأسها، هل نقنطها من رحمة الله؟ هل نحتقرها؟ هل نزدريها؟ هل ندوس عليها؟ هل ما نسلم عليها؟ كيف نتعامل معهم؟ أرشدنا هذا الدين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا نبراسا ونور وهدى. أرشدنا وثبتت الأخبار كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الإنسان المذنب. كان رحمة، كان رحمة صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا محمد، الله عز وجل يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب، فظ بعبارتك بأسلوبك بتعاملك، لانفضوا من حولك، ما حد بيبقى معك، بيروحون عنك.
إذن لابد من الرفق، لابد من اللين. لا تنظروا للدين إن ديننا دين يعني أوامر ونواهي وشدة، لا 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 لا، ديننا دين رحمة، ديننا دين يعني سهولة ويسر، الحمد لله رب العالمين. أنا ما أرى ولم تأتي الأخبار لا في القرآن ولا في السنة التي تدل على أن ديننا دين يقود الإنسان إلى المهالك والشدة، لا، ديننا دين رحمة. لكن علينا أن نفهم هذا الدين فهم صحيح، نستنبط الأحكام والآيات القرآنية بمفهوم صحيح، بقواعد استدلال سليمة، بعيدة من الغلو وبعيدة من التطرف وبعيدة من الانحلال. تكون إنسان وسطي معتدل في فهم الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حلقة اليوم يا إخوة سأطرح لكم بعض النماذج، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع بعض المذنبين. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما، جاء رجل قال يا رسول الله إذن لي في الزنا. هذا الرجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أنا أبغي أزني، ممكن تأذن لي فيه؟ أعطني إذن، أبغي رخصة من عندك. يوم هو لما يقول إذن لي، إذن هو يعلم أن هذا الأمر ممنوع، يعلم أن هذا أمر محرم في الدين، فيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إذن لي فيه، أنا أحب هذا الشيء فأذن لي فيه. الصحابة الجلوس غضبوا وأرادوا أن يهجموا على هذا الرجل، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل مه أدنوا، أدنوا مني. اقترب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه، فتكلم معه صلى الله عليه وسلم ومارس معه ما يسمى اليوم بأسلوب الإقناع. أنت لما تبغي توصل معلومة لشخص، تبغي توصل فكرة لأي إنسان، أسلوب الإقناع والحوار المتبادل بينك وبين الأشخاص أمر جدا مهم حتى توصل رسالتك للناس. لا تتعامل مع الناس أسلوب أوامر ونواهي، هذا حرام ما يجوز، قال الله قرر يلا روح، لا، اقنع الناس، خل الناس تفهم أنت شو تبغي. يا أخي تسلل، تسلق إلى أن تصل إلى قلوبهم بالمثال وبالتوضيح وبالبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الرجل يدنو منه، ماذا قال له؟ قال له أترضاه لأمك؟ ترى أن واحد يفعل هذا الفعل في أمك؟ فقال الرجل لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال له أترضاه لزوجتك؟ قال لا. قال حتى الناس لا يرضونه لزوجاتهم. ثم قال أترضاه لبناتك؟ قال لا. ثم قال أترضاه لخالاتك، لعماتك؟ قال لا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه ودعا له بدعاء لطيف، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. ثم انصرف الرجل فذهب عنه ما كان يريد. هذه الرغبة التي أتى من أجلها هذا الرجل، هذا الصحابي، ذهبت عنه تماما بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إذا جاك شخص وقال لك إذن لي أني أفعل مثل هذا المحرم، كيف سيكون جوابك له؟ لكن انظر إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، جلس وتكلم معه بأسلوب حوار وإقناع. أنت اليوم يا أخي الكريم إذا وجدت أن ابنك، أن بنتك، أن زوجتك، أمك، أبوك، أهلك وقعوا بمحاضير شرعية، كيف تنصحهم؟ انصحهم بالطريقة هذه، بالرفق واللين والكلمة الطيبة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق يا إخوة ما تضعه بأي مكان إلا سيزين هذا الشيء، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا كوب الماء، أنا بإمكاني الآن أني أضعه بالأرض بكل بساطة، حتى يمكن في الكاميرا وفي المايك ما ينسمع صوته لما وضعته، لكن أنا بإمكاني أني أرميه الآن وأعمل ضجة في الاستديو. حتى الرفق احتاج هذا الكوب يا إخوة. كل من يعيش معنا في هذه الحياة يحتاج أن يرى منك الرفق واللين والكلمة الطيبة والهدوء والسكينة. الكلمة الطيبة يا إخوة يا كرام تأسر قلوب الناس. الكلمة
لما تخرج من صميم القلب بكل هدوء ولطافة مع شيء من الابتسامة تأثر فيها قلوب من يعيش معك. لو كانوا يعني أصحاب قلوب قاسية متحجرة سيلينون إن سمعوا من كلمة طيبة هينا لينا. تعامل مع المخطئ اليوم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الإنسان الذي أراد أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع بكبيرة من كبائر الذنوب. ما وضح له وقال له اذهب، لا اقنع. لذلك اليوم تجد بعض الكتب قاعدة، عنوان هذه الكتب ما حملك على هذا، ويأتون بعد ذلك ويسردون تحتها القواعد والأصول في كيفية نصح الناس. شو اللي خلاك تفعل كذا؟ بنتك أخطأت، زوجتك أخطأت، أنت زوجك أخطأ، تعال فلان أنت ليش فعلت كذا؟ ما الذي حملك على هذا الفعل؟ ليش ارتكبت هذا الذنب؟ ماذا تريد؟ وتجد في السنة من هذه الأخبار، الرجل جاء الخبر في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ممن كان قبلكم رجل قال فإذا أنا مت فحرقوني ثم اجمعوا رفاثي فانتظروا يوم تشتد فيه الرياح ثم انثروا هذا الرماد، فجمعه الله عز وجل. جاءت الريح هذه ونثروا هذا الرماد فجمعه الله عز وجل، فقال له الله عز وجل ما حملك على هذا؟ شو اللي خلاك تفعل هذا الفعل؟ فقال مخافتك يا الله، مخافتك يا ربي فعلت هذا الفعل، قلت لعلك لن تستطيع أن تجمعني من جديد. جمعه الله عز وجل فغفر الله عز وجل له. فسؤال الناس، سؤال المخطئ المذنب اللي يعيش معك، ما الذي فعل؟ ما الذي حملك تفعل هذا؟ أسلوب أخوة الضرب، الإهانة، السب، الشتم، ما يجدي نفع بالذات في هذا الزمن. أسلوب الإقناع، جلس معه بين له والله أنا فعلت كذا يا أبوي، ما أدري صديقي قال لي كذا، جرب مثلا هذا الدخان أو جرب تعال ندخل هذا المكان المشبوع. وأسلوب الحوار جميل، من أكبر الأمور التي تهذب سلوكيات المجتمع. ناقش من تريد بالحكمة والكلمة الطيبة والرفق واللين، ستصل لمبتغاك، لكن أسلوب الشدة لن يجدي لك نفعا أبدا. السنة يا إخوة يا كرام مليئة بالأخبار التي نستقي منها كيف كان صلى الله عليه وسلم، ما درس فعلا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ماسست امرأة فطهرني. قال شو سويت؟ ولكني لم أقع عليها. هذا الرجل جلس مع امرأة جاء من أقصى المدينة، قال يا رسول الله أنا تقربت من امرأة وحاولت أني أفعل معها الفاحشة ولكني لم أقع. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سترك الله، ألا سترت نفسك؟ الله عز وجل ساتر أنك، ليش جاي تتكلم هذا الكلام؟ يا أخي استغفر الله عز وجل وتوب، استغفر الله عز وجل وتوب. ثم ذهب هذا الرجل، تبعه النبي صلى الله عليه وسلم، تبعه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا له هذه الآية العظيمة اللي نحتاجها اليوم حقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا له هذه الآية، اسمع معي هذه الآية، وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت لما تقع بمحظور شرعي، تقع بآثام، تقع بموبقات، اتبع هذا الذنب وهذه السيئة بعمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم تبعه حتى يتلو له هذه الآية، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يا أخي تعبد الله، إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات لما تكون موجودة في حياتك، صلاة، نوافل، صيام، طاعات، بر، إحسان، صدقات، إن الحسنات يذهبن السيئات. اجعل لك عمل صالح تنافس فيه وتغطي فيه على سيئاتك اللي اقترفتها في حياتك.
لذلك جاء في الحديث ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيصلي ركعتين فيحسن فيها الطهور ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له. ما من عبد, هذا الحديث أنا أعتبره بشارة للناس. ما من عبد, ما في أحد فينا اليوم, ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيصلي ركعة. أنا وقعت بذنب, وقعت بأمر محظور شرعي أيا كان نوعه, استغفرت الله عز وجل, قمت صليت ركعتين, توضيت أحسنت الوضوء والطهور, توضيت صليت ركعتين واستغفرت الله عز وجل إلا غفر الله له. والحديث في سنن أبي داود صحيح الشيخ الألباني. إذن يا إخوة, يعني علينا أن دائما نتبع سيئاتنا لنقع فيها بأعمال صالحة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, ظلموا أنفسهم ذكروا الله, استغفر الله وأتوب إليه, استغفرك ربي وأتوب إليه, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن العاقل يا أخوان ما يتبع السيئات بسيئة أخرى. العاقل يقف مع نفسه, العاقل يقف مع ذاته ويشوف هل هو فعلا مسرف بالسيئات ولا هو ممن يذنب ويعود يتوب, يذنب ويتوب, يذنب ويتوب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أستغفر, إني أتوب وأعود, إني أتوب وأعود. فقال له صلى الله عليه وسلم كل ما أذنبت استغفر وتوب. إلى متى؟ قال إلى أن ييأس الشيطان منك, إلى أن ييأس الشيطان. ما يبغي واحد يستغفر ويت, ما يبغي واحد يذنب ويتوب. الشيطان ما يريد هكذا, يريد إنسان مستمر بالسيئات, لأن التوبة تجب ما قبلها, التوبة تمسح السيئات اللي احنا وقعنا فيها, ما سوي شيء. الشيطان ما يبغي كذا, لا لا لا, الشيطان يريدنا ذنب تلو آخر, ذنب تلو آخر ما تتبعه توبة حتى تتكالب علينا السيئات ونلقى الله يوم القيامة ونحن في خسارة. إذن العاقل يا أخوة يا كرام, اللي أبغي أقوله من بداية الحلقة إلى الآن, إن رأيت نفسك مسرف في السيئات والذنوب استغفر الله وتوب, توب إلى الله فورا, توب فيصل. أنا عارف نفسي راح أرجع يا أخي, أنا أقول لك بعد استغفر وتوب. بس أنا كم مرة تبت ورجعت؟ إيه استغفر وتوب, أكرر لك استغفر وتوب. كلنا أصحاب ذنوب, كلنا أصحاب سيئات كما أسلفت, لكن يحتاج منا أن نتوب. الله عز وجل يريد أن يرى توبتنا, الله يريد أن يرى دمعتنا, الله يريد أن نضع وجوهنا على الأرض ونمرغها في الأرض ونحن نستغفر ونتوب. الله يريد أن يرى توسلنا بين يديه. يا ربي اغفر لي, يا ربي ارحمني, يا ربي توب علي, يا ربي اجعلني من خير عبادك الصالحين, يا ربي طهرني من هذه الذنوب والسيئات. ليش احنا ما نستغفر ونتوب من سيئاتنا وذنوبنا؟ لو نسأل بعضنا اليوم هل نرضى أن نلقى الله يوم القيامة على السيئات اللي احنا فيها؟ ما نرضى, تخاف أن يهلكنا الله عز وجل يوم القيامة إذا متنا على الوضع اللي احنا فيه. إذا لابد أن نستغفر ونتوب, نستغفر ونتوب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقعون بالآثام ما تعدي عليهم هكذا, يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون منه أن يقيم عليهم الحد, يقيم عليهم الحد صلى الله عليه وسلم. ماعز رضي الله عنه وارضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني, طهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب وتب. قال له صلى الله عليه وسلم اذهب وتب, تب, استغفر الله عز وجل وتب. ذهب ماعز ثم رجع وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت آخر يا رسول الله طهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم استغفر وتب. رسول الله ما يبغي يسمع منه هو شو مسوي, شو فاعل بالضبط. كان ينصحه استغفر وتب, استغفر وتب, ويصد عنه صلى الله عليه وسلم استغفر وتب. جاءت بعض الروايات أنه كان يصد عنه, ما عايز يتكلم معاه, يا رسول الله طهرني, رسول الله استغفر وتوب, يذهب عنه. يعني كأنه يقول ما أبغى أسمع منك يا أخي, استغفر وتوب, روح روح استغفر وتوب. حتى تعلم أن نبينا نبي رحمة صلى الله عليه وسلم,
لأنه لو سمع منه ماذا فعل بإقراره واعترافه الأقام عليه الحد، ثم تكرر الفعل مرتين وثلاث، فقال ما صنعت؟ قال يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جالس معه، قال به جنون؟ ما أز فيه جنون، فيه شيء؟ فقال الصحابة لا يا رسول الله، لا نعلم عليه بأس، لا مجنون ولا حاجة، ما أز إنسان طبيعي. فقال أشرب خمر؟ قالوا لا. فقام رجل يشم ماعز، يشم ريحته لعل فيه ريحة خمر، فقال يا رسول الله ليس فيه شيء. رجع وسأله أزنيت؟ قال نعم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لعلك قبلت، أنت ما زنيت، يمكن قبلت، بس شوف رسول الله كيف يريد أن يدفع الحدود بالشبهات. لذلك جاء في الخبر يدفع الحدود بالشبهات. رسول الله يريد أن يلتمس له أعذار حتى يقول له روح توب، روح استغفر، روح لعلك قبلت. قال لا يا رسول الله زنيت. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فرجم رضي الله عنه أرضاه، رجم رضي الله عنه أرضاه. فتبعوه الصحابة يرجموه، ثم قام وجرى وتبعوه إلى أن استند على جدار وجلسوا يرجموه، وكان ينادي ارجعوني إلى رسول الله، جاءت بعض الروايات ارجعوني إلى رسول الله ارجعوني، وكان يرجمه إلى أن مات. ليش؟ لأنه محصن متزوج ووقع بهذه الفعلة رضي الله عنه وأرضاه. ثم رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماعز قام فهرب، ثم استنجد يريد أن يأتيك. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تركتموه؟ لو تركتموه لعله يتوب ويستغفر الله. ثم جاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد يومين أو ثلاث فقال استغفروا لماعز، فجلس الصحابة يستغفرون الله له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. اسمع، انظر إلى القلوب الطاهرة النقية، كيف تسعى اليوم جاهدة إلى أن تتطهر من الذنوب والسيئات؟ في أحد يعلم عن ماعز وقع بهذا الفعل؟ في أحد يعلم؟ في أحد يراه؟ جاء باختيار نفسه واشترى الموت حتى يتطهر، لأن ضميره لم يرضى أن يبقى على هذا الفعل. ماذا قال؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. فاصل يا إخوة يا كرام، ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوة يا كرام، ماعز رضي الله عنه لما وقع بهذا الذنب استغفر الله عز وجل وتاب إليه، وتوبة توبة النصوح رضي الله عنه وأرضاه. خذ هذه القصة الأخرى، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمى الغامدية، قالت يا رسول الله طهرني. قال لها صلى الله عليه وسلم اذهبي استغفري وتوبي. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله طهرني، فقال لها صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتوبي. ثم رجعت وكررت نفس الشيء، ورجع وقال لها صلى الله عليه وسلم وفيما ذاك وطهرت من شو؟ فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، أنا فيني جنين حامل ابن حرام ابن سفاح. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه، روحي إلى أن تولدي هذا الابن بعدين تعالي.
وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول اذهبي واستغفري لله عز وجل. ذهبت المرأة حامل بعد 9 أشهر، رجعت من جديد بعد ما ولدت هذا الابن، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ها قد وضعت، وهي حامل ابنها، ها قد وضعت. فقال لها صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطميه، مثل الفطام كم يجلس يرضع الابن؟ 2 سنين. قال اذهبي حتى تفطميه. فذهبت المرأة ثم عادت بعد 2 سنين، يعني 9 أشهر قول سنة الحمل و2 سنين رضاع، رجعت من جديد بعد 3 سنوات وهي مصرة أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذنب الذي اقترفت، رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاءت وهي تحمل الابن وهو يأكل كسرة خبز، يعني خلاص الابن مفطوم وأصبح يأكل لوحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجم، أخذوا عنها الابن ورجموها إلى أن ماتت. وقال عنها صلى الله عليه وسلم والله لهي الآن تغمس في أنهار الجنة، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم الغامدية، رضي الله عنها وأرضاها. قال عنها هي الآن تغمس في أنهار الجنة. التوبة يا إخوة النصوح، من منا اليوم يقدم على هذا الشيء؟ احنا ما نقول لك اليوم روح اتجه إلى القضاء ولا اتجه لولي الأمر وقول له أنا فعلت وفعلت. يا أخي بينك وبين نفسك، بيننا وبين أنفسنا علينا أن نستغفر ونتوب مهما أسرفنا من سيئات ومهما فعلنا من ذنوب، علينا دائما يا إخوة يا كرام أن نستغفر الله عز وجل. لكن يا إخوة أن نسرف بالذنوب والسيئات كما أسلفت، هنا تأتي المصيبة العظمى. فالعاقل فينا يسلك هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كانت من رحمته بالمذنب حتى ما يقبل أي إنسان يغلط عليه أو يسيء التعامل أو يسيء الألفاظ معه، ما يقبل ولا يرضى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران، كان يشرب الخمر ويجلد ويذهب ويؤتى من جديد به ويجلد ويذهب. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد في تلك المرة، ثم قال أحد الحضور لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله، شو كثر هذا يجيبوه، كل مرة يأتينا دائما يأتينا سكران ويجلد وما يفيد فيه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ شوف كيف الأخلاق الفاضلة، شوف الرحمة. قال لا تلعنوه، لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. الإنسان يا أخو حتى لو كانت عنده ذنوب وسيئات لا يعني هذا أن لا نتلطف معه، ولا يعني هذا أن لا نأخذ بيده للخير. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن إنسان أكثر عن مرة يؤتى به يشرب الخمر. اليوم أنت إذا كنت تعرف إنسان من ذويك أرحامك أصدقائك ممن يسلك هذا الطريق قد لا تسلم عليه وتهجره لسنين. الزوجة اليوم قد تذهب إلى المحاكم وتطلب الطلاق إذا يعني سمعت هذا الخبر من زوجها أنه يشرب الخمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مدافعا عنه، قال لا تلعنوه، لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. اللعن ليس من أخلاق المسلم. جاء في الحديث ليس المؤمن بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله لما لا تلعن فلان؟ فقال لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. اللعنة يا أخوة هي الطرد من رحمة الله، اللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. والإنسان إذا قال لأخوه لعنك الله، اللعنة هذه تصعد إلى السماء، لأن استحقها الشخص نزلت عليه، وإلا رجعت لقائلها. اللعنة ترجع لقائلها إذا كان ما يستحقها الطرف الثاني. لعن المؤمن كقتله كما جاء في الحديث، كأنك قتلته إذا قلت له الله يلعنك.
اليوم في الطريق إذا واحد بس شوي لف عليك في السيارة الله يلعنك ما تعرف تسوق. ليش يا أخوة؟ ليش الإنسان يحافظ على ألفاظه، يحافظ على سلوكه، يحافظ على تعامله مع من يعيش معه، حتى لو أخطأوا في حقك، حتى لو أذنبوا، حتى لو أساءوا في تعاملهم معك، لا تلعن، لا تعود لسانك أن يتلفظ مثل هذه الألفاظ. عود لسانك دائما أن ما يخرج منه إلا الكلام الطيب الطاهر النقي الجميل. لكن أنك تسيء تعاملك وألفاظك مع الناس، ما حد يعيش معك. للأسف أن بعض الرجال هكذا يتعامل مع زوجته، مع أبنائه، على أي شيء الله يلعنك الله يلعنك. ليش يا إخوة؟ ليس المؤمن بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، لسانه بذيء. بعض الناس على طول هذه الألفاظ في لسانهم دائما يلعنون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف مدافعا قال لا تلعنوه فإنه يحب الله عز وجل ورسوله. وهنا أمر مهم لابد أن نفهمه، لا يعني أن الإنسان يا أخوي الكرام إذا وقع بذنوب وسيئات أن هذا الإنسان مجرم ولا يخاف الله ولا يراقب الله وسيء وما في أسوأ منه. لا، قد يكون إنسان مسلم محافظ يعني نقي مصلي عابد قد يكون، لكن مبتلى بآفة من الآفات، مبتلى بذنب من الذنوب، يسعى جاهد ويحاول أن يتركه لكن ما استطاع. هذا المؤمن يحب يا أخوة للخير اللي فيه ويحترم الخير اللي فيه ويبغض ما عنده من شر. أنا أكره الذنب والخطأ اللي أنت واقع فيه، لكن أنا أحبك أنت كفيصل، أنت كأحمد عبد الله، أحبك كإنسان مسلم واحد تعبد الله تصلي وتصوم، لكن أكره فيك هذه الصفة اللي اتصفت فيها أيا كان نوعها من صفة. علينا لا نزدر الناس ولا نحتقر الناس مهما فعلوا من ذنوب. ترى امرأة متبرجة فعلت ما فعلت من ذنوب، لا تحتقر الناس، قد تكون معها من الخيرات العظام التي بسببها تدخل الجنة ويعفو الله عز وجل عنها يوم القيامة. وهذا الكلام احنا مو بجالسين نبرر فيه للمذنبات او للمذنبين، مو بجالسين نقول تبرجي ونقول انت اعصي واشرب الخمر بس افعل خير، لا، نقول لك اسعى جاهد انك تطهر نفسك من الذنوب والسيئات، لكن احنا نحبك لانك مسلم ونحترمك لانك انت مسلمة حتى لو كانت فيك الكثير من الصفات الذميمة المحرمة، تبقي أنت في دائرة الإسلام. ونرجو الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا ونعفو عنا، لكن تستمر النصيحة فيما بيننا، أنصح لا تفعلي كذا، لا تقولي كذا، وأنت فلان اترك هذا الفعل. عند نصيحة إن تحققت فيما بيننا يا إخوة ارتقى المجتمع وطهرت البيوت و اتصفت الأرواح بالجمال وهدأت الأنفس وحل الأنس إذا تحققت النصيحة فيما بيننا. عمر رضي الله عنه يقول لا خير في قوم ليسوا بناصحين، لا خير في قوم لا يحبون النصح. الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنصح، رأيت فيني عيب، رأيت فيني تنصحني وجهني، لكن لا تحتقرني، لا تزدريني، لا تعاملني معاملة أني أنا أفسد خلق الله. قد أنا أضعف في جانب معين وأقع في خطأ معين، لكن أنا والله أني مسلم أحب الله وأحب رسوله، لكن أسرفت وضحك عليه الشيطان ووقعت في هذا الذنب، ولا يعني هذا أني لا أحب الله ولا أحب رسوله. لا والله، أحب الله ورسوله. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو يشرب الخمر وواقع بكبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله شارب الخمر، ولكن أثبت له صلى الله عليه وسلم ولكنه يحب الله ورسوله. هذا الرجل اللي يشرب الخمر يحب الله ورسوله، لا تلعنوه، لا تلعنوه. ولعن المعين يا إخوة اختلف فيها أهل العلم، وهناك طائفة كبيرة تقول ما يجوز لعن المعين، حتى الكافر ما يجوز لعنه، لعن المعين فلان اسمه كذا الله يلعنك، ما يجوز لعنه. ادعوا للناس بالرحمة،
ادعوا الناس ان الله يغفر لهم، ادعوا الناس بالتوبة، ادعوا الناس بالهداية. لكنك تلعن المعين، هذه المسألة وقع فيها خلاف. اليوم البعض يلعن بعض لأتفه الأسباب. كافر قد نص بعض أهل العلم على عدم جواز لعنه. أنت تلعن بالعموم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله شارب الخمر، لم يخصص أحد. لعن الله الراشي والمرتشي، لكن ما خصص أحد باللعنة. لأن اللعنة مو بسهلة يا أخوة، مو بأمر بسيط ولا سهل. أني أنا ألعن الناس على كل صغيرة وكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يشدد لمن ارتكب الذنب حتى يزجره أو يزجر من يعيش معه ويرتدع ويترك مثل هذه الذنوب، وحتى لا يقع فيها من جديد كان يزجرهم ويشدد عليهم. وشد في عبارة معهم أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم. غزونا قوم هزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار إلى أحد منهم فضربناه بالرمح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فطعنه الصحابي إلى أن مات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أنت شو بتسوي يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ أنكر عليه وشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس يكرر له الخبر: ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال صحابي: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا، قالها بس على أساس أني ما أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ أنت فتحت قلبه ورأيت أن ما قالها إلا فقط حتى يهرب من الموت؟ يقول الرجل: فوددت يومها أن لم أكن مسلما، يا ليتني ما أسلمت بعد ولا أني أقع بهذا الفعل، لأن الإسلام يجب ما قبله. يعني يا ليتني فعلت هذا الفعل وبعدي مش مسلم بعدين أسلمت، حتى لأن الإسلام يمسح كل الذنوب، حتى يعفو الله عز وجل عني كل الذنوب والسيئات اللي اقترفتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يا أخوة الكرام كان يشد في عبارته، وهذا منهج عليه أن يسلكه كل أب، كل مربي، كل حاكم. خلونا صريحين شوي، اليوم دولتنا كدولة الإمارات تسلك بعض الطرق في التعامل مع الأحزاب المتطرفة، وقد سبق وأخذت بعض القوم قبضة رجال ورمتهم في السجون، تصرف قوي صح، لكن هذا التصرف حكيم. ما يصلح أني أنا أكلمك أنت بكل بساطة، لا، أنت تفسد لي البلد، أنت تهجج الشعوب وتأمر بالثورات وتهجج وتؤجج العامة وتغرد، ولك فضائيات وجلسات سرية، أنا كيف أتعامل معك؟ لازم أشيلك، أنت تشكل لي خطر في دولتي. إذن أحيانا لابد أن تكون الضربة من حديد حتى يستقيم الحال ويدوم الأمن وتسلم الأوطان. الرجل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. العاقل يعرف متى يحزم في التعامل مع المذنب المخطئ ومتى يرخي، متى يحزم ومتى يرخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا الفعل الصحابي أنكر عليه بقوة: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ إذن يا إخوة، بعض الأفعال إذا وقع فيها أحد من ذوينا، من أصحابنا، من أصدقائنا، إن رأيت وتحققت معك الحكمة أن يحتاج من أسلوب حازم، نعم احزم حتى يتصحح المسار ويستقيم الحال. واصل يا إخوة، فاصل يا إخوة الكرام، ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يؤتى إليه بالأفعال أو يعني المشاكل أو الذنوب اللي وقع فيها الناس، حتى ليش؟ حتى ما يعني يقيم عليهم الحدود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أول رجل من المسلمين أوتي به في حد السرقة قطعت يده، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل قال: يا رسول الله، هذا الرجل فعل كذا كذا، فكأنه صلى الله عليه وسلم رمي في وجهه أو قذف في وجهه شيء من الرماد، فلاحظ الصحابة رضي الله عنهم هذا الشيء، قال: يا رسول الله، كأنك كرهت قطع يده. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني نقطع يده وأنتم أعوان الشيطان، أنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، والله عز وجل عفو يحب العفو. ولا ينبغي لولي الأمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. أنت جبتوا لي هذا الشخص وواقع بذنب، يجب عليه أن يقيم عليه الحد، لكن أنتوا كان المفروض تعفوا عنه وتسامحوه قبل ما تجيبوه لي، قبل ما يحضر عندي في مكاني. إذن يا أخوة، لابد أن احنا نسامح. إذا إنسان أخطأ، أخذ شيء من مالي، يا أخي سرقني، قذفني، سبني، أخطأ في حقي، ليس كل شيء مباشرة يرفع لولي الأمر ويرفع للقضاء. اليوم على أي شيء صغير على طول مباشرة للقضاء، ما يستطيع واحد يعني يمزح مع صاحبه بكلمة أو شيء، على طول يجرم قانونيا على طول. صبح الحبيب في النيابة متصل عليه: تعال والله، أنت كتبت رسالة في الواتساب لصاحبك قلت له كلمة كذا كذا، تعال الرجل يبغي حقه منك. يا أخوة لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، كان ما يحب لكل شيء يرفع فيه إلى القضاء. العفو والصفح عن زلات الناس من شيم الكرام والموفقين، كما يقول الإمام أحمد: ثلث معشار العقل التغافل عن زلات الناس. سامحة، غض الطرف عن الزلة. ليس كل ما يقع فيه الناس، إخوانك وأصحابك، من أخطاء وعيوب يرفع للقضاء. حلوا الأمور من بينكم، حلوا الأمور من بينكم، تصافوا وتصالحوا، خذ شو لك وشو عليك حتى تمشي الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يحب أن يؤتى إليه لإقامة حد من حدود الله، بل كان يسعى جاهدا على أن يغض الطرف عن الزلة والهفوة. كان صلى الله عليه وسلم يعلم برفق من ارتكب ذنبا جاهلا أو خطأ ولا يعنفه. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بيننا أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل، يصلي معاوية إذ عطس رجل ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. قال الرجل: يرحمك الله، واحد عطس وهم يصلون، واحد عطس، زميله قال: يرحمك الله. فجلس الناس يرموه بأبصارهم، كيف تتكلم في الصلاة؟ فيعني هو استغرب، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني اسكت، يسكتونني، اسكت. فما رأيتهم يصمتونني، فلما رأيتهم يصمتونني صمت سكت. هو ما يعرف، ما يفقه، ما يعرف الحكم. فلما صلى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ماذا قال؟ قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني. قال لي: يا فلان، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما يصح أن تتكلم فيها، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الصلاة جعلها الدين قراءة القرآن، التسبيح والتهليل، مش للكلام. واحد قال الحمد لله تقول يرحمك الله، الثالث بيرد عليه يهديكم الله وصحبكم. لا يا إخوة، إذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامله. لكن الصحابة رموه بأبصارهم وشدوا عليه وجلسوا يضربون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل رفق بكل هدوء. يعني اسمع ماذا يقول الصحابي، يقول: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني، ما فعل لي هذا كله، نصحني ووجهني وعلمني الحكم الشرعي في هذا الفعل ثم انطلقت. إذن أنت اليوم إذا وجدت إنسان ابنك وقع بشيء، يا أخي امسك علمه، افتح معاه الحوار، تعال فلان ليش فعلت كذا،
والله يا ابوي انا كذا كذا. خلاص يا ولدي انت لا تفعل هذا الشيء، هذا الشيء ما يصلح، هذا امر محرم في الدين، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الله عز وجل، الايه تقول كذا، الحديث تقول كذا، الله بيحاسبك يوم القيامه، الانسان عليه ان يتخلق بالاخلاق. خليه يسمع منك هذا الكلام، خل تهدأ نفسه، يتقبل منك النصيحه. لكن انت مباشره فقط تنزل على الناس ضرب بدون ما تبين لهم، بدون ما تفهمهم هم اصلا في شو اذنبوا. كيف تقول الانسان يتعلم خطاه؟ ما الذي حملك على هذا؟ وسبق وتكلمنا، لابد أن يكون هناك حوار بينك وبين الشخص المذنب مهما فعل. افتح معه باب النقاش، خل تهدأ نفسه، اسمع منه ما الذي حمله على هذا الفعل. وربما صلى الله عليه وسلم عاقب بعد العصاة بعد وفاتهم ردعا لغيره مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الصلاة عليهم حتى يعلم غيره أن ما يفعلون هذا الفعل اللي فعله. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث على أن يصلي مع بعض الأقوام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي على بعض الصحابة فامتنع أن يصلي، فلما فتشوا في متاعه فوجدوه قد أخذ شيء من الغنائم بغير وجه حق، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، قال صلوا على صاحبكم، صلوا عليه. في حديث آخر قام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي على رجل فامتنع، فقام رجل فقال يا رسول الله أنا رأيته قتل نفسه، جلس على مقص على نفسه وقتل نفسه انتحر. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وأمر غيره أن يصلي عليه. وهنا أمر جدا مهم يخطأ فيه البعض، البعض يظن أن المنتحر كافر، وهذا كلام غير صحيح. المنتحر مسلم وفي دائرة الإسلام، إلا أنه وقع بكبيرة من كبائر الذنوب وهي أنه قتل نفسه. قتل النفس ما يجوز، محرم في دين الله عز وجل. هذا رجل قتل نفسه، لكن هذا الإنسان يصلى عليه ويغسل ويكفن ويعني يدفن في مقابر المسلمين ويستغفر له ويتصدق عنه، كل شيء حال حال أي مسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي عليه زجرا لمن بعده حتى ما يتجرأ أحد يفعل هذا الفعل ويقتل نفسه. ترى شوف ما راح يصلي عليك، رسول الله امتنع أن يصلي عليه حتى يخاف من يعيش في المجتمع. مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة عليه دل ذلك على أنه وقع بفعل كبير، وقع بذنب كبيرة من كبائر الذنوب، فامتنع صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. فأنت اليوم كولي أمر، كأب، كحاكم، كمدير إدارة، كمؤسسة، إن رأيت أن بعض الموظفين وقعوا ببعض الأفعال الشنيعة لك أن تزجرهم بأسلوب فيه شيء من الحزم حتى ما يقعوا، ما يتكرر هذا العيب وهذا الخطأ. كل إنسان هو الذي يقدر مقدار الخطأ اللي معاه وما يفعله وينصح فيه الناس. لكن إذا أنت تسكت وهذا يسكت وغيرك يسكت عن الذنوب والسيئات والأخطاء اللي يقع فيها أفراد المجتمع أو من يعيش معك في مؤسستك، تصبح المجتمعات فوضى، تصبح المجتمعات فوضى، ما يتعلمون الناس. عندما تجد أن بعض الدول سلكت مسلك ضرب بيد من حديد مع بعض المذنبين، كل من كانت تسول له نفسه فقط أن يسلك هذا الطريق رجع للخلف وبدأ يفكر ويقرأ ويبحث من جديد ويتفقه في الدين وغيره، إلى أن تابوا وعادوا وصلح دينهم ومنهجهم وفكرهم وثقافتهم في المجتمع. لكن لو ترك كل أحد يصول ويجول في المجتمع ويتكلم على هواه ويطعن في الدولة ورموزها وسياستها وأحكامها، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة مرة. إذن يا إخوة، الرفق لابد أن يوضع بمكانها الصحيح، والشدة لابد أن توضع بمكانها الصحيح. لكن أن يترك الأمر على مصراعيه تفسد الأمة وتفسد المجتمعات وتضيع الشعوب وتتكالب علينا الأعداء. الحاكم ما جاء فقط حتى يأخذ الأموال من هنا ومن هنا، لا، أتى حتى يسيس ويدير هذه البلاد وهذه الدولة
ويضع فيها القوانين ويحكم فيها شرع الله ويجازي المذنب ويعفو عن المقصر. كيف ما رأى هو المصلحة سلك طريقها. أنت هكذا في بيتك مع أبنائك مع بناتك مع زوجتك، أنت ولي أمر، كلكم مراع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا رأيت أن بنتك ابنك وقع بخطأ ورأيت أن الأفضل في هذا الخطأ أني أهجر ابني ما أكلمه لكم يوم أتركه عقابا له، النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة الذين تخلفوا عن الغزوة في معركة اليرموك أظنها، إلى أن نزلت براءتهم من فوق السماء وجاء فيهم قرآن يتلى إلى قيام الساعة. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعوا وتخلفوا عن الذهاب للغزوة. فأنت لك ذلك إن رأيت أن المصلحة في هذه المشكلة أن تتعامل مع ابنك بالطريقة هذه، لكن يعني فقط حقق المصلحة التي تريد والهدف، ثم عود من جديد ولملم هذه الأسرة واجلس مع ابنك وتكلم معه بكل أريحية وانصحه وجهه. إذن يا إخوة، هذا الدين جميل، هذا الدين عظيم، نظم لنا علاقاتنا مع المجتمع، مع أبنائنا، مع مسؤوليننا، مع موظفيننا، مع كل أحد، كيف نعيش معهم، كيف نتعامل مع المذنب، متى نعفو، متى نشد، متى نرخي، متى نسامح، متى لا نقاضي. هكذا تستقيم لنا الحياة. الكلام جميل، لكن لنا لقاء آخر إن شاء الله في الأربعاء القادمة إذا أحيانا الله عز وجل. نستودعكم الله، والشكر موصول لطاقم التصوير والمخرجين، لكم من جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.